بارك عسى الله صباحكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة كويترا. حنا اليوم كنتواجدوا بالشارع محمد الخامس اللي كتقوم به هذه المسيرة الحاشدة كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. كنتمنى لجميع المتابعين أنكم تبارطاجوا فضلا وليس أمرا كيف ما كتلاحظوا معنا الآن هذو اللقب ديال الطاكسيات الأجرة ديال الطاكسيات الصغار كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفاضل. إذن دائما معكم متابعين ومتابعات شفت في كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الان احنا الان هذه النقابه او المسيره الحاشده اللي كتقوم بها الطاكسيات الصغار. نعم مرحبا. إذن دائما معكم احنا الان بمدينه كويترا كيف ما كتلاحظوا بالشارع محمد الخامس الان الطاكسيات الاجره ديال الصغار كيف ما كتشاهدوا معنا حتى هما ديال المسيره الدور ديالهم في هذا الفاتح الماي. إذن دائما معكم عبر المباشر. شفت في السلام عليكم شي كلمه وكنشكروا بهذه المناسبه ديال الاحتفال بعيد العمال والسائقين المهنيين لسياره الاجره بالمدينه قنيطره وكنشكروا الجميع ان شاء الله. شكرا. إذن دائما متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي قناه الشعب في هذا البث المباشر من مدينه القنيطره وحنا الان بالضبط كيف ما قلت لكم في السابق في شارع محمد الخامس. السلام عليكم سيدي مرحبا بك معنا. السلام معنا عبر المباشر شي كلمه بعد المناسبه. خويا حنا كنضامنوا مع الاخوان ديالنا في هذا القطاع واي حاجه كضرنا كضروا معكم الجميع. نعم يلا تحيه خويا. شكرا لك تبارك الله عليك. اذا دائما كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذوا كلمات تصريحات اخرى دائما معكم. السلام عليكم. اذا هذه كانت ديال النقابه ديال اتحاد الطاكسيات الصغار اجره الصغار. اذا الان اتحاد او الجمعيه الوطنيه لتوزيع المكهرباء ديال لارك نعم ديال لارك كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل. اذا هادو العمال ديال لارك او الجمعيه الوطنيه لعمال توزيع الماء والكهرباء والتظاهر بالمغرب اذا والتظاهر عفوا والتظاهر بالمغرب كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. اذا دائما معكم عبر المباشر كيف ما كتلاحظوا معنا. إذن دائما تحية. إذن دائما معكم عبر المباشر متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشعب في هذه المسيرة الحاشدة الآن هذا قطعة ديال لارك أو قطعة الماء والكهرباء كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل لأن نشوفوا نقابة أخرى كيف ما كتشاهدوا معنا. إذن الجمعية الوطنية إذن هذه الجمعية الوطنية للماء والصلاح الشعبي إذن وحدة أخرى إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين إذن دائما معكم عبر المباشر كيف ما كتشاهدوا. إذن مازال لأن دائما معكم كيف ما كتلاحظوا معنا الجمعية الوطنية للعمال والطاقة كيف ما كتشاهدوا. إذن دائما كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشعب عبر المباشر. دائما معكم إذن أنا مستخدمين طريق السيارة كيف ما يسنكرون. مرحبا مرحبا. السلام عليكم مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. احنا الان عبر المباشر من قناه شوف تيفي شي كلمه بعد المناسبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الجميع احنا كمستخدمين ديال طرق السياره كنخلدوا الذكرى ديال الفاتح ماي كيف ما كتقولوا تحت هذا الشعار ديال الهشاشه واللي كنعيشوها في هذا القطاع. نعم. خصوصا في الظروف المعيشيه اللي ولات الغلاء و الصالير ما تزادش هذه راه سنين وحنايا كنخدمين بواحد الصالير اللي محدود لكن الا
الترقيات لا زيادات لا حتى شي حاجه. المهم حنا كنحاولوا نناضلوا باش وكنطالبوا باش زعما يحسنوا لنا الوضعيه ديالنا كمستخدمين. شكرا لك بارك الله. اذا دائما كيف ما كتلاحظوا معنا نتابع دائما معكم عبر المباشر. اذا انتم كيف ما كتشاهدوا الاتحاد الوطني لعمال السكه الحديديه السلام عليكم سيدي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. كيف كاين في هذه المناسبة؟ السيد كاتب المحلي. كاتب المحلي مرحبا، السيد كاتب المحلي مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. إذا شنو كتقولوا في هذه المناسبة؟ المهم حنا كنحيوا جميع العمال اللي كاين، هذه نقابة الاتحاد المغربي للشغل. نعم. سيكاك الحديدية. حنا جينا نشاركوا في هذا الحفل العمالي اللي كيتنظم كل سنة. نعم. واللي كيجيو العمال باش يعبروا على المشاكل اللي تعيشوا فيها ويعني يطالبوا بإيجاد حلول لهذه المشاكل اللي كتعيشها الطبقة العاملة. شكرا سيدي بارك الله فيك. إذا دائما معكم عبر المباشر كيف ما كتشاهدوا معنا. السلام عليكم سيدي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. السلام عليكم. تحت شعار الاتحاد المغربي للشغل جمعية بوابي العمارات السكنية، هذه الفئة تحتفلوا بعيد عمال، وهذا العيد عالمي نحن نحتفل به ونطالب بعدة نقاط مهمة التي نحن نطالب بها من أجل تسوية بواب العمارة السكنية التي تتعرض للتعسف والإقصاء والطرد من العمل، رغم أنهم يعملون عمل جيد للأمانات والنظافة وعدة أعمال. ولهذا بهذه المناسبة عيد فاتح ماي، عيد عمال، نرجو من المسؤولين ومن كل مسؤول على هذه الفئة أن ينظر في هذا الملف. وشكرا لكم. شكرا. دائما معكم عبر المباشر متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشاب. إذا نحاول ناخذ مع مجموعة ديال النقابات كيف ما كتشاهدوا معنا دائما معكم. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا شكرا بارك الله فيكم. إذن هادو الناس اللي لعبوا بالعمارات والسكنة وفرع الكويتيرا كيف ما كتشاهدوا معنا تحياتي. إذن السلام عليكم. السلام عليكم سيدي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شكرا لك على هذه المناسبة. هذا الإطار ديال البريد فاتح ماي يخلد القطاع البريد بمواصلات الذكرى ديال فاتح ماي للحفاظ على المكتسبات والدفاع عنها. كما نطالب الإدارة بتفعيل جميع الاتفاقات الواردة في اتفاق مع الحكومة. وشكرا. شكرا لك بارك الله فيك. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي دائما معكم عبر المباشر كيف ما كتشاهدوا معنا. مرحبا. إذا
إذن دائما معكم عبر المباشر المتابعين ومتابعة قناة شوف تيفي قناة الشعب. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا تعرفي شنو على التكنولوجيا كيف ما كتشاهدوا معنا خويا أشعل نار العمل نار خويا أشعل مرحبا. السلام عليكم سي مرحبا بك معنا مرحبا معنا في البث هذا البث المباشر. شكرا لكم بهذه المناسبه المناسبة ديال فاتح ماي كنقوموا بتخليد فاتح ماي معك بعدا احمد السريفي كاتب العام المكتب النقابي لمصنع بيجو سيتروين القنيطره مجموعه سيرونتيس. في هاد الذكرى ديال فاتح ماي كنخرجوا بتخليد ديال الذكرى هذه الامميه وكذلك كنطالبوا بمطالب مشروعه اللي هي كما كتشوفوا جميع الاجراء تقريبا جميع الاجراء ديال المصنع سيرونتيس القنيطره خارجين باش يطالبوا ويستنكروا هاد الغلاء ديال المعيشه وهاد الانخفاض في الاجره اللي كاملين ما راضينش عليها. داكشي علاش جميع الاجراء خرجوا اليوم باش يناشدوا ويطالبوا بالحقوق ديالهم ويطالبوا برفع الاجور ان شاء الله. وشكرا. شكرا لك بارك الله فيك على الكلمه اللي انت هي متبادله. ونرفع شعارات إذن دائما معكم عبر المباشر متابعين ومتابعات قناه شوفتي في قناه الشعب. دائما غادي نتكلم مع احد العمال اللي كيتواجدوا اليوم. صباح الخير ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شكرا بهذه المناسبه. اولا كنحيي شرط النصر لجميع الناس اللي جاوا يدوروا على حقهم وكنتمناو من الحكومه ان دراجع القرارات ديالها بخصوص الزياده. صراحه زياده ما عندها حتى شي معنى مقارنه مع الزيادات الاخرى. لا يعقل اننا يعني واحد السميك اللي ما كيغطيش حتى المسائل اللي هي بحال الماء الضو بحال الكرا فما بالك يعني مع هذا الغلاء اللي كاين دابا حاليا. صراحه هذه اشياء لا تعقل. كنتمناو ان من الحكومه تراعي هذه المسائل هذه. حنا في 2024 ولا يمكن وتزيد على ذلك مجموعه من الامور مثلا غنناقشوا بعض الامور اللي بسيطه جدا. فلا يعقل ان مثلا القطاع العام مثلا في الابوه عطيناه واحد الاب عطيناه 12 يوم وحنا في القطاع الخاص 4 ايام. شنو هو ولد داري حنا والدين قراو دابا ما يمكنش راه ابن الابن يعني راه جميعا عندنا نفس احاسيس الابوه. زيد على ذلك هما مثلا عطيناهم 1000 درهم في الزيادات حنا زايديننا 5% 5% يعني مقارنه بالصالير ديالي راه 100 درهم 100 درهم شنو غدير لي 100 درهم وهي الخضره بوحدها راه زايده في التغذيه زايده 100 درهم في القفه. بزاف الامور الصراحه خاصها فيها اعاده النظر. ونتمنوا ان الصوت ديالنا يكون مسموع عندنا ان شاء الله مع هذا الحضور. وشكرا شوف تيفي. شكرا مرحبا. شكرا لك انت كذلك. اذا دائما معكم تابعوا معنا متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي دائما معكم عبر المباشر. اذا الجمعيه الوطنيه للتكوين المهني اذا ناخذوا كلمه معهم ايضا. السلام عليكم سي مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شكرا لك شكون اللي يقدر يعطينا كلمه بعد المناسبه. السلام عليكم سي كتب. ما موجد حتى حاجه. ما موجد والله ما موجد حتى حاجه عاديه. اش بغيتي؟ كلمه بعد المناسبه. كلمه بعد المناسبه. تنحيي جميع المناضلات والمناضلين من هذا العيد وهذا الفاتح ماي ونحن لازلنا على الطريق ولازلنا صامدون من اجل تحقيق المطالب اللي هي عباره عن 2000 درهم صافيه واحتساب الشواهد وغيرها واحتساب
القانون الاساسي التعديل ديالو زائد الاقاليم الصحراويه. وتحيه نضاليه لجميع المناضلات والمناضلين قطاع التكوين المهني. شكرا بارك الله فيك وتبارك الله عليك. زعما صراحه ولو قلت لي موجود انت موجود تبارك الله عليك. انت ديما معنا عبر مباشر متابعين ومتابعه قناه شوف تي في قناه الشعب. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا الان غادي ناخذ كلمه اخرى ديال احد النقابات كيف ما كتشاهدوا معنا. السلام عليكم سي مرحبا بكم معنا في هذا كلمه بعد المناسبه. نعم الوضع يدمي. نعم سيدي الوضع يدمي. نعم إذن هذه هي الكلمة. نعم شكرا لك بارك الله فيك. إذن أنا دائما معكم. اسمح لي أنا جماعة الوطنية للمدافعين وجماعات الترابية وتدبير المفوضية الكوليترا. إذن غادي ناخذ كلمة ديال أحد الإخوان. السلام عليكم سي مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. الله يحفظك. شي كلمة في هذه المناسبة. اش نقول لك، جينا اليوم باش نحيوا المسيره الخاصه بعيد الشغل الموافق اليوم الاربعاء الفاتح ماي انطلاقا من المقر الاقليمي ديال الاتحاد المغربي للشغل من اجل اننا ندافعوا على الحقوق ديالنا اللي هي حقوق كنعتبروها اللي مشروعه وحقوق اللي هي مستنزفه من طرف الحكومة الحالية ديال السيد عزيز أخنوش. نجينا اليوم في باش نعبروا. نعم دائما معكم عبر المباشر. نعم تفضل خذ راحتك. نعم السلام. إذن دائما معكم لكن نعرفوا أن أنتم موجودين أنا طبعا هذه عادية. فشو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هي مطالب مشروعة من ضمنها يعني تسوية حاملة على رأسها التسوية الشاملة اللي حملت الشواهد. نعم. زائد أننا تسوية جميع الملفات العالقة من داخل قطعة الجماعات الترابية. نعم. بالإضافة إلى نعم إلى الحد من صباح نكتفي بهذا القدر. شكرا لك وصباحك مبروك وانتم كنتم توفيق ان شاء الله. اذا دائما معكم عبر المباشر المتابعين ومتابعه قناه شوف تي في قناه الشعب. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا اذا الان الجمعيه الوطنيه للتعليم بالكونيكيرا. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا المتابعين ومتابعه قناه شوف تي في غادي ناخذوا كلمه ديال احد الاخوان ديال التعليم. اذا من جميعها السلام عليكم سي مرحبا بك معنا. مرحبا. إذن دائما معكم عبر المباشر كيف ما تشاهدوا. إذن الجامعة الوطنية للصحة مكتب إقليمي بالكونيكيرا كذلك غادي نحاول ناخذ كلمة معهم كذلك. إذن دائما معكم عبر المباشر معنا السي ياسين كاتب جهوي ديال قطاع الصحي. مرحبا بك السي ياسين معنا في هذا البث المباشر. شي كلمة بعد المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله. قطاع الصحي في مدينة كويتا عارفين كيفاش الواقع. مرحبا. ياسين عليبوش الكاتب الإقليمي لقطاع للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بإقليم قنيطرة. اليوم كما كتشوفوا جينا نخلدوا اليوم العالمي للعامل. العامل الموظف المستخدم الجميع. احنا هنا كنمثلوا قطاع الصحه وجينا باش نعبروا على طبيعه الحال هو عيد ديالنا اللي خصنا نورمالمون نفرحوا به ولكن للاسف الشديد تتشاء الاقدار اننا كل عام عدت يعيدوا باي حال عدت يعيدوا. كنرجعوا دائما للسخط وعدم الرضا على كل ما يجول في هذه البلاد. وكنعبروا من هذا عبر هذه الوقفات وعبر هذه التظاهره على السخط ديالنا وعدم الرضا ديالنا على كاع ما هو اصلاح اللي ما كيخش الطبقه العامله، اصلاح اللي ما كياخذش بعين الاعتبار الطبقه العامله واللي كيكون دائما فيه حيف وفيه مجموعه من الاشياء اللي يمكن ما غاديش يسعنا الوقت باش نذكروها كامله. المهم كنعبروا على السخط ديالنا وعلى هذا الاصلاح اللي جاي. دونك هنا كنرجعوا
دائما المغالطات اللي كدوزها الحكومه، كنعبروا على السخط ديالنا، المغالطات اللي كدوزها الحكومه في هذا الاطار، واللي كتقول بان قطاع الصحه خدا الاولويه وقطاع الصحه استفدوا الناس منه من مجموعه من الامتيازات. انا هنا تنفند هاد المقولات كامله، واولها ديال رئيس الحكومه وديال السيد الوزير اللي تيكذبوا علينا، اللي حنا ما خدينا حتى حاجه، بالعكس حنا بغاو يخرجونا، بغاو يجردونا من صفه الوظيفه العموميه، موظف عمومي، وبالعكس زادوا مجموعه من القوانين اللي كتساغ اللي كيشاركوناش فيها حنا كنقابات، وكيحاولوا انهم يدوزوها ويمروها عبر هاد القنوات ديالهم. وحنا هنا جينا باش نقولوا دائما نحن نرفض اي شكل من اشكال الحيف ضد الطبقه العامله، وشكرا. شكرا لك على الكلمه. اذا شكرا مره اخرى سياسي. اذا دائما معكم عبر المباشر كيف ما كتشاهدوا معنا مستمعين الافاضل، الاتحاد النقابه للاتحاد لنا دائما معكم عبر المباشر المتابعين ومتابعات قناه شفت في قناه الشعب كيف ما كتشاهدوا معنا. دائما معكم عبر المباشر متابعين افاضل متابعين قناه شفتي في قناه الشعب. اذا كيف حنا خرجنا اليوم تنحتجوا، تنطالبوا بالمطالب ديالنا، وكنطالبوا بما يبقاش المضايقات والتحرش والتظلمات اللي تنعانيو منهم شركه فيجي كره من طاقه الحره ولاد بورحنا. وشكرا. بارك الله فيك على الكلمه. اذا هادو الشركه اللي فيجي كره كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه الشعب. إذن دائما معكم، شكرا. إذن دائما معكم عبر المباشر كيف ما كتشاهدوا معنا. إذن نستعين إذن دائما معكم عبر المباشر كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفراديين متابعين قناة شوتي. شكون هذا؟ نعم. السلام عليكم سي محمد، معنا في هذه المناسبه حمايه الشركه المغربيه للكارت، عمال الشركه المغربيه للكارتون الورقي احتفلوا بمناسبه بهذه المناسبه، يخلدونها كما يخلدونها كامل العمال في العالم. هذه المناسبه تاتي مشحونه بزياده صاروخيه في الاسعار وتجاهل تام للحكومه، والدليل هو رفع الدعم عن الغاز مؤخرا، عن غاز البوطان، وكذلك القوانين المشؤومة مثل قانون الإضراب وقانون المقاطعة وقانون الدعوة إلى المقاطعة أصبحت قوانين مجرمة. ولهذا أين سيكون المتنفس للاحتجاج على هذه الممارسات؟ هنا كنسول الحكومة فين غادب هذا الشعب؟ فين غادبنا؟ إلا لكان هناك باب مسدود غادي يضرب فيه الجميع. والسلام. شكرا لك على الكلمة، بارك الله فيكم. إذا كنتم معنا عبر المباشر متابعين ومتابعات قناة شفتي في قناة الشعب. إذا دائما معكم. إذا نحن أيضا كلمة أخرى من أحد النقابات كيف ما كتشاهدوا معنا. إذا دائما معكم عبر المباشر. السلام عليكم سي مرحبا. نعم سي.
إذن دائما معكم عبر المباشر المتبين. إذن دائما احنا الان نقول كلمه. السلام عليكم، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شكي ما بعد المناسبه؟ السلام عليكم، معكم جاري سعيد، ممثل كاتب العام للنقابه الوطنيه للفاحصين التقنيين بمدينه القنيطره. اليوم تنخلدوا هذا اليوم العمل العالمي، اليوم العالمي لعيد الشغل كجميع الطبقات الشغيله. احنا تنطالبوا بالحقوق ديالنا، بالواجبات ديالنا في هذا اليوم العالمي للشغل، وكنطالبوا يعني بتحسين الوضعيه لجميع الفاحصين التقنيين بالمغرب وبالقنيطره خاصه. احنا اليوم هذا فهو يوم عالمي للشغيله اللي جينا كنحتفلوا به بالنسبه للشغيله المغربيه كامله، وكنتمنوا الخير والازدهار لهذا البلد السعيده ان شاء الله اللي هو البلد المغربي. شكرا لك، صباح مبروك. اذا دائما معكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي قناه الشعب، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مسيره حاسده، وكيف ما كتشاهدوا جميع العمال الموجوده، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا جميع النقابات وجميع القطاعات الموجوده في هذا المسيره بمدينه القنيطره بشارع محمد الخامس. لان هذو الجميع الوطني الاتحاد الفلاحي كيف ما كتشاهدوا معنا. جامعة الفلاحين ديالكم هي دار ديال الوحدة ديال العمال والفلاحين. غادي نقولوا عمال وفلاحين جوجنا ياسر متفقين ومستخدمين، غنقولوا فلاحين وعمال مطالب بحال بحال، فلاحين وعمال مطالب بحال بحال، وفلاحين وعمال مطالب بحال بحال، وفلاحين وعمال مطالب هنا ننتهي هذا المباشر متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي قناه الشعب. نبقى نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بث اخر ان شاء الله. كنتمنى انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا. شكرا لكم ونهاركم مبروك، وتحيه لجميع العمال. وهذا اليوم اليوم ديال فاتح ماي وعائد العمال كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين. نبقى نقول لكم شكرا مره اخرى، ونتلاقاو بث اخر ان شاء الله.